غادرت بعثة النادي الأهلي مطار ليبروفيل عاصمة الجابون ظهر اليوم في طريقها إلى القاهرة بعد تخطي مونانا الجابوني، ومن المنتظر أن تصل البعثة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. واستقلت بعثة الأهلي الطائرة من مطار ليبروفيل وستصل منه إلى مطار ياوندي بالكاميرون ثم أديس أبابا للبقاء ترانزيت ثم توجه بعدها إلى القاهرة. وجه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الجابون الشكر إلى السفير أحمد بكر سفير مصر في الجابون على هامش حفل العشاء الذي أقامه السفير في منزله أمس بحضور الفريق. وقام قنديل بإهداء السفير درع وعلم النادي الأهلي تقديرا للمجهود الذي بذلته السفارة المصرية في الجابون طيلة فترة إقامة الفريق. ومن جانبه وجه السفير أحمد بكر كلمة قصيرة على هامش الحفل حيث وجه الشكر إلى جميع اللاعبين بعد الفوز والتأهل لدور المجموعات متمنيا تتويج الفريق بالبطولة. ونتابع تصريحات طارق قنديل والسفير أحمد بكر في التقرير التالي. كل الشكر لمعالي السفير أحمد بكر على الاستضافة الجميلة اللي حدثت من ساعة ما جينا موصلنا للجابون. استقبال وحفاوة غير طبيعية، اهتمام بينا كل يوم معانا في الفندق قبل الماتش، قاعد يتابع معانا وبعد الماتش كل الترتيبات اللي هي راحة الجهاز واللعيبة، حسسنا ان احنا في مصر. فكل الشكر لمعالي السفير، وبعدين وزودها كمان باستضافة العشاء اللي حضرناه، فشكر الحرم والمصون والمعاليه، وان شاء الله دايما كده يبقى خير ممثلين لينا في الجابون وبعد كده ان شاء الله في اي الدول اللي هتحركوا فيها. فسعداء جدا كلنا بالكرم الحاتمي اللي احنا قابلناه سواء في البلد منكم او هنا، وشاكرين جدا والحمد لله ربنا توجها كمان بفوز جميل. فنيابة عن البعثة كلها بشكر معاليك ودايما ان شاء الله في تقدم ودايما حافظ اسم مصر في البلد. الله يكرمك، شكرا. ان شاء الله. اولا الف مبروك على الفوز المستحق، ودي يعني اكتر حاجة اثلجت صدرنا ان احنا ولو بنسبة صغيرة جدا قدرنا نساهم في المجهود الكبير اللي قام به هذا النادي العظيم والعريق. الحقيقة ان احنا ما حسناش باي قلق او اي نوع من انواع المضايقة خالص، بالعكس انتوا كان مروركم علينا كان مرور الطيف، كانت حاجة جميلة جدا، وحسينا ان احنا وسط اهلنا، وبالعكس يعني الايام عدت بسرعة وتوجت هذه الفترة بافراح وبنجاح وبانتصارات. بصراحة المجموعة اللي جت مجموعة كلها منتقاة، سواء الجهاز اللعيبة او الجهاز الفني او الاداري، كلهم ناس عمالقة كبيرة جدا بنسمع عنهم من زمان، وبصراحة يعني دي قيمة النادي الأهلي وده عظمته. وبنتمنى لكم، بنتمنى للنادي الأهلي ونتمنى للرياضة المصرية بوجه عام كل التوفيق وكل الازدهار، وإن شاء الله كده نوفق كمان في كأس العالم 2018. نيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي، لو يتقبل مننا بس معالي السفير بعض الحاجات الرمزية. دي حاجة جميلة.
قدم السفير أحمد بكر سفير مصر في الجابون بالتنسيق مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي مفاجأة لحسام البدري المدير الفني للفريق بالاحتفال بعيد ميلاده عقب انتهاء حفل العشاء الذي أقامه السفير في منزله. ووجه البدري الشكر للسفير المصري في الجابون على تلك اللفتة الطيبة وعلى كافة جهوده مع الفريق منذ اليوم الأول بالجابون. أكد حسام البدري المدير الفني بالأهلي أن الفريق يحتاج لتدعيم من أجل تحقيق أحلام وطموحات جماهيره بالفوز ببطولة أفريقيا خصوصا في خط الدفاع، وذلك بعد إصابة رامي ربيعة ورحيل أحمد حجازي للاحتراف. وأشار البدري إلى أن الانتقالات الصيفية سوف تشهد تعاقد مع مدافع متميز قبل استئناف مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، مؤكدا أن هناك مشاورات مستمرة مع لجنة الكرة من أجل انتقاء أفضل العناصر لضمها للفريق. وما زلنا مع تصريحات البدري والذي أكد أنه يتابع بشكل جيد اللاعبين الذين تمت إعارتهم خلال الانتقالات الشتوية، مؤكدا أنه من الممكن أن يعود بعضهم لصفوف الفريق مرة أخرى بداية الموسم المقبل. وأشار البدري إلى أن عودة أي لاعب ستكون بناء على مستواه وحاجة الفريق لجهوده في الفترة القادمة، موضحا أن عملية الإعارة جاءت بعد دراسة وافية لاحتياجات الفريق وفرص هؤلاء اللاعبين في المشاركة. وشدد البدري أن اللاعب الوحيد الذي تم الاستقرار على عودته بداية من الموسم المقبل هو ناصر ماهر لاعب سموحة بعدما قدم مستويات متميزة في الموسم الجاري. تقرر سفر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى كندا غدا الأربعاء في إجازة قصيرة للاطمئنان على عائلته مستغلا فترة توقف الدوري. ومن المقرر أن يعود المدير الفني مباشرة إلى الإمارات حيث يلتقي ببعثة الأهلي هناك قبل خوض الفريق مباراة ودية أمام فريق أهلي الفجيرة يوم 27 من الشهر الجاري. أعرب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي عن سعادته باستمراره في الأهلي وتجديد تعاقده موسمين، وأنه يتمنى إسعاد الجماهير وتحقيق بطولات جديدة مع الفريق وأن يستعيد من جديد اللقب الإفريقي الغائب. وتحدث فتحي عن مباراة مونانا التي أقيمت في الجابون في إياب دور الاثنين والثلاثين بدوري أبطال إفريقيا قائلا: مباراة العودة أمام مونانا كانت صعبة للغاية لعدد من الأسباب منها درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، ولكن الأهلي استطاع أن يحقق الفوز بسبب تركيز اللاعبين. ونتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات أحمد فتحي في حواره الخاص مع قناة النادي الأهلي. جيري جونيور أجايي جناح النادي الأهلي عن مباراة منتخب بلاده الودية أمام بولندا والمقرر إقامتها يوم 23 من مارس الجاري في إطار استعدادات النسور للمشاركة في المونديال بسبب عدم حصوله على التأشيرة. ويحاول أجايي اللحاق بمباراة المنتخب أمام نظيره الصربي والتي تقام في لندن يوم 27 من مارس الحالي في ختام المعسكر، والذي يشهد انضمام جناح الأهلي للمرة الأولى بحسب تصريحات صادرة من مسؤولي المنتخب النيجيري. وإلى الأخبار المحلية، يخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تدريبه الأخير اليوم في 7 مساء باستاد القاهرة قبل السفر إلى سويسرا لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب البرتغالي واليوناني. ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى سويسرا في 10 من صباح غد الثلاثاء ب21 لاعبا هم عصام الحضري، أحمد فتحي، محمود عبد الرازق شيكابالا،
عبد الله السعيد، حسام عاشور، محمد عبد الشافي، احمد حجازي، مروان محسن، عمر جابر، احمد الشناوي، سعد سمير، طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا، محمود حسن تريزيجيه، مؤمن زكريا، علي جبر، رمضان صبحي، محمد الشناوي، محمد عواد، ايمن اشرف ومحمد مجدي. بينما يتوجه محمد صلاح ومحمد النني، احمد المحمدي، احمد حسن كوكا، عمرو ورده، سام مرسي، حسين الشحات الى سويسرا مباشره. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر إجراء فحوصات طبية لحسين الشحات المحترف في صفوف العين الإماراتية عند وصوله إلى سويسرا للانضمام لبعثة المنتخب التي ستواجه البرتغال واليونان. ويذكر أن الشحات قد تعرض للإصابة في كحل القدم خلال مباراة الكلاسيكو الإماراتي بين العين والجزيرة ولم يستكمل اللقاء. حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يومي 23 و26 من مارس الجاري لإقامة المباراتين الوديتين بين المنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب ونظيره السعودي. ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الأولمبي إلى المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء بقائمة تضم 27 لاعبا، وهم أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، أكرم توفيق، كريم ندفد، أحمد رمضان بكام، صلاح محسن، أحمد أبو الفتوح، عمر صلاح، وليد عطية، محمد عصام الغندور، بالإضافة إلى أحمد هاني حسين، محمود عبد السلام، محمود عماد، أسامة جلال، محمد أحمد دسوقي، طاهر محمد طاهر، ناصر منسي، أحمد مصطفى السيد، أحمد سعيد، محمود مرعي، فوزي الحناوي، مروان النجار، محمد حسين فرج، كريم العراقي، ناصر ماهر، عمر وائل وشريف رضا. متابعة أخبار الألعاب الأخرى والبداية من كرة السلة. يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في 8 مساء اليوم نظيره سبورتينج في إطار منافسات نهائي كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر. ويتطلع فريق سيدات سلة الأهلي تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني للفريق للتتويج باللقب وإضافة بطولة جديدة هذا العام بعد الفوز ببطولة منطقة القاهرة ودور المرتبط. وستذيع قناة الأهلي المباراة عبر شاشتها بداية من 7 مساء. كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي. يستعد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام سبورتينج والمقرر له غدا الثلاثاء بعدما نجح في الفوز على سموحة في مباراة نصف نهائي. وقرر طارق خيري المدير الفني للفريق الاستمرار في المعسكر المغلق استعدادا للمباراة
في ظل أهمية التركيز من أجل المنافسة على الفوز بلقب البطولة. وقرر خيري عقد محاضرة فيديو للاعبين اليوم لشرح بعض الجوانب الفنية استعدادا للمباراة بعد دراسة مباريات سبورتينج الأخيرة. قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالأهلي أن الفريق سيقاتل من أجل الفوز بلقب كأس مصر بعدما قدم مباراة قوية أمام فريق سموحة في الدوري قبل النهائي من البطولة وضرب موعدا مع سبورتينج في النهائي. وأكد خيري أن الأهلي نجح في الوصول إلى النهائي بفضل عزيمة لاعبيه رغم تأخر في النتيجة في بداية المباراة، موضحا أن الفريق يسعى بقوة للفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير. وإلى أخبار الكرة الطائرة، حيث أكد محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي أن معسكر الإعداد الذي يخوضه الفريق حاليا في بولندا جاء مفيدا للغاية ويحقق أهدافه بشكل كبير. وأشار مصلحي إلى أن حالة التركيز التي يعيشها اللاعبون كانت مهمة للغاية بعد فترة من الضغوط الشديدة خلال بطولة الدوري التي توج الفريق بلقبها، وأنه كان من الضروري تجديد النشاط الذهني للاعبين قبل البطولة الإفريقية التي تمثل أهمية قصوى للجميع داخل الفريق. تعافى عبد الحليم عبو لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بشكل كبير من إصابته بجزع في الوتر الخارجي للركبة، إلى جانب آلام بسيطة في غضروف الركبة تعرض لها قبل السفر إلى بولندا لخوض معسكر إعداد. وأثنى الجهاز الفني بقيادة محمد مصلحي على الجهود التي قام بها الدكتور هيثم عاطف طبيب الفريق في تجهيز اللاعب بعدما تأكدت مشاركته مع الفريق في بطولة إفريقيا والتي ينظمها النادي خلال الفترة من 25 من مارس الجاري إلى 6 أبريل القادم. وكان اللاعب قد خضع لجلسات علاج مكثفة في بولندا وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة. يختتم الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم الاثنين لمواجهة الزهور غدا الثلاثاء في بطولة الدوري. وكان الفريق قد توج مؤخرا بلقب بطولة إفريقيا للطائرة بعد الفوز على قرطاج التونسي في المباراة النهائية للبطولة التي نظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 16 من مارس الجاري. ويسعى الفريق للتتويج بالبطولات المحلية بعدما أغلق ملف البطولة الإفريقية لإسعاد جماهير الأهلي التي ساندته بقوة خلال منافسات البطولة الإفريقية، خاصة النهائي أمام قرطاج التونسي. فاصل قصير ونعود للملاعب العالمية، ابقوا معنا. وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. الخطيب: طموحنا كسر إنجاز برونزية العالم وأنهينا أزمة التجمع الخامس.
الأخبار. أفراح في الأهلي بعد التأهل لدور المجموعات الإفريقي. المساء، الخطيب في احتفالية تكريم الأساطير استاد الأهلي الجديد مشروع دولة. الوفد، الأهلي راح 48 ساعة. المصري اليوم، البدري يصوت في انتخابات الرئاسة بالجابون. الشروق، بعثة الأهلي في الجابون تحتفل بعيد ميلاد البدري. اليوم السابع، الدرندلي يبدأ الترتيب لرحلة الأهلي في الإمارات لخوض ودية الفجيرة. الوطن سبورت، الأهلي يهدي درع النادي للسفير المصري بالجابون. فيتو، فتحي سعيد بتجديد تعاقدي مع الأهلي ونتطلع لمزيد من البطولات. في الجول، البدري، الأهلي يحتاج تدعيما للفوز بإفريقيا وماهر سيعود. يلا كورة، شطة، من السهل أن يفوز الأهلي بمونديال الأندية. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.